أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي في معارك بجبهة صرواح التابعة لمحافظة مأرب شرقي اليمن ومعاقل الحوثيين في باق بمحافظة صعدة شمال البلاد. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني نفذت كمينا محكما ضد ميليشيات الحوثي، حيث استدرجت أفرادا منهم في خطوط التماس بجبهة صرواح قبل أن تباغتهم بهجوم مفاجئ.